أهلا بكم وجولة جديدة في عالم الصحافة المحلية والعربية والعالمية. صدر صباح اليوم ونبدأ بالصحف المحلية والبداية بمنشطات صحيفة الأهرام. تطوير استراتيجية التنمية السياحية وخلق فرص عمل جديدة. الرئيس الاستغلال الأمثل لأصول الدولة والحفاظ على قيمتها كثروة قومية. مجلس الوزراء الجامعات التكنولوجية الحديثة من المشروعات القومية، والتعاقد مع سامسونج العالمية لتوطين التابلت في مصر. صحيفة الجمهورية خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني. مصر تعتز بعلاقات التعاون مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابي واتساق المواقف المشتركة بين البلدين على المستوى الإقليمي. في كلمة الرئيس أمام اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، تكثيف التعاون الدولي للقضاء على كورونا مساندة النظم الصحية في القارة الإفريقية. الشروق، رئيس الوزراء يزور مقر النائب العام لمتابعة جهود التحول الرقمي. النائب العام عن الزيارة تعبر عن عظيم التعاون بين الحكومة والسلطة القضائية. سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، نحن أكبر شريك تجاري لمصر والمستثمر الأجنبي المباشر الأول. اليوم السابع، الصحة تخصص خطا ساخنا للاستفسار عن الآليات التسجيل على موقع لقاح كورونا، وبدوا تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا بالإسماعيلية اليوم. وفي الشأن الرياضي، موسيماني يطلب تقريرا عن حالة لاعبي الأهلي المعارين لأندية أخرى لحسم مصير عمار حمدي وأحمد ياسر ريان. الأرصاد، ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وأمطار ببلطيم ودمياط والسخنة بالقاهرة 11 درجة. ونتحول إلى عناوين الصحف العربية والبداية من الأنباء الكويتية. عون يطالب سلامة بمعرفة أسباب ارتفاع سعر الدولار، والاحتجاجات مستمرة رغم تراجعه المحدود. الجنائية الدولية تفتح تحقيقا حول جرائم حرب في فلسطين والسلطة ترحب. اللواء اللبنانية، عون يؤنب الحاكمة ويتجاوز صلاحيات الحكومة. المصارف تتنصل من رفع سعر الدولار والشارع يواصل الاحتجاج ويستعد للتصعيد. وكتبت أيضا، الوزير العربي يؤكد على مركزية قضية فلسطين والتمسك بالسلام. أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية لولاية ثانية. شرق الأوسط، البابا يتمسك بزيارة العراق تجنبا لخذلان الناس مرة ثانية. ميليشيا شيعية وصواريخ إيرانية وراء الهجوم على مطار أربيل. السعودية تدعو مجلس الأمن لمحاسبة انقلابي اليمن. تصاعدات في استراتيجية الاتحاد الأوروبي في مواجهة أزمة كوفيد 19، ولقاحات كورونا تبدأ بالتدفق على إفريقيا. صحيفة عمان، 10 صواريخ تستهدف قاعدة تضم عسكريين أمريكيين غرب العراق. وصول طليعة وحدة مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار إلى ليبيا. التحالف يعلن تدمير مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه السعودية. الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين أمام الأمير. ونتحول إلى الصحف العالمية ونقرأ من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، مجلس النواب الأمريكي يلغي جلسة كانت مقررة اليوم خشية مخطط محتمل لاقتحام مبنى الكابيتول. غداة يوم من القمع الدموي في ميانمار، المتظاهرون يواصلون احتجاجاتهم في أجواء من الخوف وسقوط أكبر عدد من الضحايا منذ الاستيلاء على السلطة، بلغ 38 قتيلا. الجاردن البريطانية، صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية تضم أمريكيين قبل وصول البابا إلى العراق. والبيت الأبيض، ندرس اتخاذ عمل عسكري ردا على هجوم الأنبار. لندن تبقي على مساعدتها المالية في مواجهة أزمة الوباء وتعلن زيادة ضريبية. لموند الفرنسية، رفع تدريجي للقيود الصحية في ألمانيا، وجو بايدن يدعو إلى الحذر من هذه الخطوة في الولايات المتحدة. خبير لقاحات بريطاني يحث الدول الأوروبية على تطعيم كبار السن بلقاح استرازينكا. الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف الهجمات التي تستهدف الصحفيين والنساء في أفغانستان. واشنطن بوست الأمريكية، أمريكا تمدد العقوبات على روسيا عاما آخر على خلفية ضم القرم. واشنطن تعرض بشدة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية. الشرطة الأمريكية تشدد الإجراءات الأمنية في الكونغرس. المدعي العام الكوري الجنوبي يعلن استقالته.
وإلى أبرز التصريحات في صحف اليوم نقرأ من صحيفة عمان أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية: المنطقة العربية تعيش في حزام من الأزمات وفي بؤرة تهديدات خطيرة محيطة بها. صحيفة الاندبندنت البريطانية: وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب: أشعر بالفزع من الهجوم على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق والذي عرض أرواح جنود عراقيين مجددا للخطر. بعيدا عن السياسة نطالع من صحيفة الخليج الإماراتية: يمكن للحبار الانتظار ما بين 50 ثانية لأكثر من دقيقتين للحصول على وجبة طعام أفضل بدلا من الخضوع لإغراء ابتلاع الطعام المتاح فورا وبعد اجتياز 6 من الحبار. لاختبار قدرة الحيوانات على التريث في أخذ مكافأة تبين لهم أن تلك الرحويات لديها قدرة كبيرة على ضبط النفس والتعلم في ظل الظروف المتغيرة. من الديلي ميل البريطانية: تبحث أنثى وحيد القرن إيما البالغة 5 سنوات عن الحب والزواج، وفي أحد الحدائق في تايوان يستعد العمال لإرسال أنثى وحيد القرن البيضاء إلى اليابان للزواج، وهذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها تايوان أو ترسل تايوان وحيد القرن إلى الخارج للتقاطر كجزء من محاولة لزيادة عدد الحيوانات وحيد القرن الأبيض في الأسر في آسيا. ختام جولتنا الصحفية، دمتم في أمان الله.